بسم الله. فاكرين مع بعض الصورة دي اللي هي بتاعت الشو للبوست؟ يعني احنا لما هندوس هنا كده على فيو دي ونبتدي نروح على سنجل بوست اللي هو الاكشن بتاع الشو، هنا احنا بنشو ايه؟ التايتل والاي دي. انا بقى كمان عايز اضيف الايه؟ الديسكريبشن. عايزك توقف الفيديو كده، ومن اللي احنا اتعلمناه ومن طريقة التفكير اللي هي اللي بنقعد نكتب كده واحدة واحدة، احنا بننظم تفكيرنا وبنقسم المشكلة لأجزاء بسيطة وبعدين بنحل كل حاجة لوحدها ونبتدي نجرب. عايزك تعمل الكلام ده لوحدك تماما، وبعدين ابتدي ارجع كمل الفيديو. فأنا هنا بقى محتاج ايه؟ أضيف الديسكريبشن. يلا بينا نشوف ايه اللي احنا هنبقى محتاجينه. نفتح كده web.php مع بعض. انا محتاج ايه؟ محتاج اكيد طبعا كولوم اخزن فيه الديسكريبشن، فيبقى هنا ده معناها كولوم ان ذا دي بي. طيب وبعدين بعد لما احط الكولوم ده هيبقى خلاص هروح جاي اموديفاي في الفيو اللي هو بتاع الشو. روح كده اموديفاي ان شو فيو بس، وما اعتقدش ان في حاجه هتبقى محتاجينها اكتر من كده. فيلا بينا نبتدي نكسكيوت واحده واحده. لو انا عايز اضيف كولوم في الداتابيس هعملها ازاي؟ اتفقنا ان ده تغيير على الاستراكشر بتاع الداتابيس، صح؟ يبقى ده معناه هحتاج مايجريشن فايل جديد علشان ابتدي اغير على الداتابيس استراكشر. يلا بينا نجري على الدوكيومنتيشن بالمنظر ده. اروح جاي اسيرش على المايجريشنز، وبعدين هروح جاي هنا رايح طالع فوق، هتلاقي هنا هو بيقول لك هنا كرييت كولوم، واحنا فعلا محتاجين نكرييت كولوم. تروح كده تبص عليه، هو بيقول لك هنا هتديفاين سكيما تيبل، دي نفس الكلام اللي هو اللي كنا عاملينه في ملف المايجريشن ده داتابيز. لو رحنا على داتابيز مايجريشنز كرييت، بص هيبقى هنا سكيما كرييت، هنا بقى اسمها سكيما تيبل. طيب هل انا هعمل الكلام ده بايدي وابتدي ديفاين فايل بايدي؟ اكيد لا، هروح جاي نستخدم ايه؟ الارتيزان كوماند. فيلا بينا نروح على الارتيزان كوماند، بي اتش بي ارتيزان ميك مايجريشن، وركز بقى في التسميه، اد ديسكريبشن كولوم تو بوستس تيبل، وتعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقيه يعمل كرييت لمايجريشن فايل، ومش بس كده كمان، ده كمان بص بقى ملا ايه؟ ملا الكلام ده اللي هو بدل ما انا كنت هكتبه بايدي واخده من هنا كوبي وبعدين اروح جاي حاطه هنا بيست، لا هو اوريدي ملاهولي. بص كده لو جينا نجرب نعمل بي اتش بي ارتيزان ميك مايجريشن وبتسميه مختلفه تماما عن التسميه اللي احنا اتفقنا هنمشي عليها، اللي هي الكلام يبقى ما بينه اندر سكور ويبقى ماشيين كده على كونفنشن معين اللي هو اد ديسكريبشن كولوم تو بوست ستيبل او كرييت بوست ستيبل. بص كده لو انا قلت مثلا ديسكريبشن فور بوستس ودوست انتر هيكريت لي ملف مايجريشن جديد. بص بقى الاختلاف ما بين ده وما بين ده، يعني شايف في اختلاف ما بين الاتنين. اول حاجة ان هو ايه؟ ملا هنا، اول لما مشينا على الكونفنشن ملا لك هنا ايه؟ الكلام اللي هو جوه الاب ميثود وجوه الداون ميثود، وهنا ما ملاش اي حاجة. فدي فكرة الكونفنشن، ان انت لما بتمشي على طريقة التسمية بتاعت الفريم ورك هي هتلاقيها بتصم ماجيك، بتروح جاية ايه؟ تملى مثلا الكلام ده، او تبتدي مثلا انها تكويري على التيبل اللي هو تبع الموديل اللي احنا معرفينه. فانت هنا حتى برضو في الموديل ساعة لما كنا سمينا الموديل مفرد وقلنا ان هنا كلاس اسمه بوست بالمنظر ده، هو اوتوماتيكلي بتيجي الفريم ورك تاخد الموديل ده وتجمعه، يعني تاخد الاسم الجمع منه وتروح جاية تكويري على التيبل اللي اسمه ايه؟ بوست. فانت مثلا لو عندك كومنتات او كومنت ستيبل يبقى انت لازم يكون عندك ايه؟ موديل اسمه كومنت. نفس الفكره هنا برضو بالظبط في المايجريشن، لما ماشينا على الكونفنشن ولما ما مشيناش على الكونفنشن ايه اللي حصل؟ ان هنا هي مليت لي الاب ميثود وهنا ما مليتش اي حاجه خالص. فدايما عود نفسك الكلام اللي في الدوكيومنتيشن تمشي عليه، لان هو غالبا هيبقى الكونفنشن بتاع الفريم ورك دي، وبتلاقي هنا ماجيك بيحصل بيهايند ذا سين وبيوفر عليك طبعا كتابه وتفكير كتير. فتعالى كده نقفل الكلام ده مش محتاجينه ونطيره خالص، ما بقاش ليه لازمة. وبعد كده هنا نبتدي نعمل ايه بقى؟ انا عايز اضيف كولوم. طيب الكولوم ده هيبقى نوعه ايه؟ نروح كده نبص على الانواع اللي عندنا كلها. انا محتاج تكست كولوم، محتاج ايه؟ تكست. فابتدي ادور كده الاقيه هو ده. يلا بينا ناخده كوبي، حتى هو كمان اسمه ديسكريبشن سبحان الله يعني، ونعمل له هنا ايه؟ بيست. هل انا كده
حطيت الكولوم ده في الداتابيز، هل سمع في الداتابيز؟ لا ما سمعش، لان احنا لو عملنا كليك يمين ريفريش مفيش حاجه هنا. طيب يلا بينا بقى نعمل بي اتش بي ارتزان مايجريت علشان نكسكيوت السيكوال ستيتمنت دي. لما هكتب هنا بي اتش بي ارتزان مايجريت وادوس انتر، تلاقي هنا ايه؟ خلاص قال لك اد ديسكريبشن للبوست ستيبل. فانا كده لما هروح جاي اعمل ريفريش بالمنظر ده، ضاف لي هنا الايه؟ الديسكريبشن. يبقى كده ده معناها ان المايجريشن بتاعتي خلاص حصل لها ران سكسسفولي. نبتدي بقى نروح كده للفيو بتاعنا، نعمل ريفريش، مفيش حاجه طبعا لان احنا لسه ما عدلناش على ايه؟ على الفيو ده. فانا هنا هروح جاي رايح جوه الفيو اللي هو في ريسورسز بالمنظر ده، فيوز شو دوت بليد دوت بي اتش بي، وابتدي اظهر بقى الايه؟ الديسكريبشن. يلا بينا ناخد ده كوبي وبيست، وبعد كده هكتب هنا كلمه ديسكريبشن بالمنظر ده، وبدل بوست ارو تايتل هيبقى بوست ارو ديسكريبشن، وبعدين نعمل ريفريش، مفيش حاجه ظهرت. طب ليه؟ لان انت اصلا هنا الدنيا فاضيه. فتعالى نكتب اي ديسكريبشن، this is some description بالمنظر ده، سيف، وبرده هنا تاني second description، وندوس سيف، ويلا بينا نعمل ريفريش. نلاقي هنا الدنيا اشتغلت تمام، ولو رجعنا على التاني نلاقي هنا ده second description.